بعدين مين انا سكر ليت انت عارف، هو توا ورو فوق من زمان، ورو فوق بس توا ورو. اي ما قال لي اسم الناس، لا ما ياتي اسم الناس. مرة كان لنا في تفتيش، ها؟ لنا في تفتيش، فأنا فكرت في عربية عطلانة، وراح طلع منه وكده وراح أطلع الناحية التانية، الشرطة يعمل ده، وين روح أنت؟ ما يشوف إحنا واقفين؟ قلت له أنا مفكر طريق واقف، أعطيني الضبط بالاسم. بعدين؟ بس ما يسوي شيء، يلا روح. Thank you.